هذه مسائل مهمة جدا لابد تفهمها أنت بأدلتها، ولا يشبه عليك أي واحد بالإنترنت ولا بالخطبة ولا بالدرس ولا بالحديث الإذاعي ولا بالمكاتبة ولا بالكتاب ولا بأي شيء. إذا لم تكن على بينة تضيع، يلبس عليك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لا بأس من لفتة. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إيش إلا ليعبدون. قدم من قدم الجن لأنهم خفيين، فخلق الله الخفي والظاهر لحكمة. واضح؟ هنا في الآية الثانية قال شياطين الإنس والجن، قدم من الإنس على من على الجن، لأن الجن يجيك بواسطة الإنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني ارسل لهم رجال يمشون على رجليهم، وارسل لهم رجال راكبين على المراكب. عرفتم كيف؟ فالتقديم والتأخير في التنزيل له مقصود له حكمة. ولذلك في سياق ذكر المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع ما قدم الله الأنصار على المهاجرين ولا مرة واحدة، لعظم ما قام به المهاجرون، لأنهم سبقوا، ولأنهم تحملوا هاجر وفارقوا الأهل والأوطان والأموال وجاهدوا، وهؤلاء الأنصار آووا ونصروا. في كل شيء يذكر مقدم ترى له أهمية ولحكمة في تقديم، تفكر ما هي. ولذا استدل بعض العلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ليش؟ قالوا إن التجارة أفضل من الزراعة لتقديمها في الذكر. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تعاطى التجارة في أدلة، لكن هذا شاهد على موضوع التقديم وأنه لمقصود يعني. نعم.